في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك قبل ما نفترق. جايز ما نشوفش بعض تاني. ما نشوفش بعض تاني؟ الشغل اللي أنت بتعمله ده يا رأفت درع بتحمي بيه أهلك، شرفك، تاريخ وعظمة بلادك. تأكد إن كل إنسان عربي نفسه يكون في مكانك. أنا واثق إنك هتكمل النهاية. أنا متأكد من كده رأفت. مصر يا محسن. مين اللي عمل المكافأة الحلوة دي؟ شغلك الكويس يا رب. توحشني جدا يا محسن بيه، وحشني جدا. أنا متأكد لأنك أنت كمان وحشني بنفس الدرجة. أنا متشكر أوي يا مصطفى بيه. ما تشكرنيش أنا رفض. على كل الأحوال وايا من كان اللي فكر في المقابله الحلوه دي ارجوك انك تشكره يا مصطفى بيه. مساء الخير. مساء الخير. فضلك في حد باسم دان رابينوفيتش؟ لحظة واحدة من فضلك. ريسبشن، السيد سامحون خرج من نص ساعة. اوكي مدمازيل مردخاي. اوكي. غرفة 110. شكرا. نعم. كل ده عظيم، بس في بقى عندي سؤال. ايه هو؟ مين مستر جريج ده؟ جرى لك ايه يا رافت؟ شايف برضه تسأل سؤال زي ده؟ وحشني. وبعدين معاك؟ أيوة، أصل في حاجة نفسي أقولها. قول يا رفض. إسرائيل مليانة ناس من جنسيات مختلفة، من كل جنسيات الدنيا، ومن الشرق ومن الغرب. وأنا لو رحت المقابلة دي مع دان رابينوفيتش أضمن منين إن مستر جريج ده ما يجيش إسرائيل، أو حتى يعني ممكن أقابله في أوروبا بالصدفة؟ ما تخافش يا رفض. قلت لك ما تخافش. حاضر يا بيه. في أسئلة تانية رفت؟ لا كده تمام. طيب بالمرة بلغ دان إنك مش هترجع إسرائيل قبل أسبوع 10 أيام. أسبوع 10 أيام؟ إيه؟ إزاي؟ أنا عندي شغل كتير قوي وما أقدرش أسيبه. أنت مش عينت مدير الشركة بيشغلها في غيابك؟ عينت يا هوديت، إنما بالمناسبة أخبارها إيه يا هوديت دي؟ لا لسه شوية. لا هو امر طبيعي بعد المجهود اللي عملته في ماجي تورز الفتره اللي فاتت انك تاخد اجازه 10 12 يوم. ايه الحكايه بالظبط يا مصطفى بيه؟ رافض، في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك قبل ما نفترق. جايز ما نشوفش بعض تاني. ما نشوفش بعض تاني؟ الشغل اللي انت بتعمله ده يا رافض درع بتحمي بيه اهلك، شرفك، تاريخ وعظمة بلادك. تأكد إن كل إنسان عربي نفسه يكون في مكانك. أنا واثق إنك هتكمل النهاية. أنا متأكد من كده رافض. متأكد.